الطائر أعزائي الأصدقاء، كما ترون يقف على مسردة الميزان. هو يقوم بالتقاط بعض الحبوب بجوار الكازيلة. سوف ننتظر إلى أن يقوم بالدخول فيها. هو خائب بعض الشيء من رفرفة الطيور بالأسفل. وشك الدخول، لكن الهواء يقوم بتحريك الزجاجة وبتحريك الكازيلة، فلذلك هو خائف بعض الشيء. يبدو أنه أكل حتى شبع. أنه طار على الغرفة. دول ذكر وانتهى يا جماعة، زي ما حضراتكم شايفين جايين معانا همت بيكسروا بعض تزاوج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الأصدقاء في حلقة جديدة من حلقات الصيد والمصيد على قناة محمد عبد القادر عبد العزيز على اليوتيوب. كما تشاهدون جاء معنا زوج من الطيور، طيور اليمام، ويبدو أنهم ذكر وأنثى. طارت واحدة وبقيت الأخرى، سوف تعود الآن إن شاء الله. كما نعلم جميعا أن الطيور تأتي بعضها على البعض، هم يأتون لأنهم يروا اليمام في القفص ويريدون الدخول إليه. هي تقف بجوار القفص بالأسفل. والبلابل تقوم بالتغريد ويقوم بالرد عليها بعض البلابل الحرة، وربما يأتي الآن معنا بلابل أيضا إن شاء الله. ها هو يقوم بالتغريد،
صوته جميل وهم يقومون بالرد عليه. ها هو طائر الإمام يقف على الباب من الناحية الأخرى. ها هو الطائر صعد بالأعلى وهو يقف في باب المصيدة. يقوم بالتقاط الحب من أسفل القصبة أو البوصة. أوه، لقد أغلقت علي وأغلق الباب في الناحية المقابلة أيضا بسبب اهتزاز المصيدة نتيجة غلق الباب على الطائر. سوف ننتظر قليلا حتى يأتي الطائر زميله. انتظرنا يا جماعة طويلا ولكن الطائر مجاش، هنضطر ناخد الطائر ده ونحطه مع زميله ونحطه مع زمايله تحت. نصبهم باب المصيدة. المصيدة الجانبية أحيانا بتغلق لأن الطائر بيضغط على البوصة اللي هي بالعرض أو القصبة بيلمسها فبتقفل. دي مصيدة البلابي. حاجة بسيطة جداً.